غنى عنه. طيب لو حابب نعطي المشاهدين فكرة ولو سريعة، بعرف إنه أنت بتمتلئي دائما عندك هنا إذا ما كان كل العناصر الفنية متوفرة، بس في سبيل إعطاء المشاهدين لمحة عن أي لحن يمكن عمله عصي أو غيره بهالمسرح. سمعك مقطع صغير كتير عن غنية لبعلبك لحن عاصي، أول غنية هذه ببلش فيها ببعلبك اسمها يا قلبي لا تتعب قلبك. يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك، بتغيب كتير وبتروح كتير وبترجع عدراج بعلبك، يا قلبي لا تتعب قلبك. حلو، هذه ملحنة أستاذ عاصي. عافية. راضي عن لحن أستاذ عاصي؟